رجعنا من جديد ورح ننتقل الآن إلى عالم التعليم والتربية. التربية والتعليم إحنا بنحكيها عشان نكون من طفل سليم صحيا إلى صحيح من تغذويا صحيح إلى أيضا علميا وفكريا وعقليا يكون صحيح بنفس الوقت. اليوم رح نتحدث عن حديقة الأولى من نوعها في الأردن وهي حديقة الشطرنج الهندسية المهنية بهدف تنمية قدرات الطلبة، ورح تكون متواجدة معنا الدكتورة سجود غزال وهي معلمة من مدرسة خديجة أم المؤمنين الثانوية الشاملة المختلطة في إربد. أهلا وسهلا، صباح الخير. يا صباح الورد، يسعد صباحكم جميعا وجميع مشاهدينا إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك دكتورة. حابة أول شيء أشكركم على الاستضافة، وحابة أشكركم على تسليط الضوء على هيك مبادرات تعليمية وتربوية في المدارس، خصوصا أنه إحنا إلا فترة طويلة مع الكورونا وانقطاع التعليم، الطلاب عن التعليم ولد عندهم كره للمدارس، صار لازم إحنا نطلع مبادرات نخلي الطالب يهتم ويرجع يحب المدرسة، يرجع هو أنا بدي أدرس وبدي أتعلم وبدي أشتغل، وبدنا خاصة التخصصات المهنية اللي الطلاب عازفين عنها. فكانت هذه المبادرة بصراحة فكرة قديمة وجديدة في جديدة نفس الوقت. يعني هذه الفكرة أنا أخذت دورات عديدة، دورة STEM Science Technology Engineering and Math، كان لابد أني أفكر أنا وزميلتي في المدرسة الأستاذة أمان العزام، طبعا ما قدرت تيجي معي اليوم لظروف خاصة فيها، ففكرنا أنا وياها بمشروع يحاكي هذا المنحنى وفي نفس الوقت الطلاب بيشتغلوا عليه كمشروع تعليمي وعقلي، وكان الشطرنج ضمن محور أساسي في هذا المشروع. فطلعت هذه المبادرة سميناها حديقة شطرنج هندسية مهنية في المدارس الأردنية. كل كلمة في هذه المبادرة لها هدف، تعكس هدف من أهداف هذه المبادرة. فهي حديقة، بالفعل هي حديقة بزهورها بأشجارها بجميع ما فيها من جماليات. هي حديقة شطرنج، فيها رقعة خاصة بالشطرنج بيلعب فيها الطلاب ضمن فرق بشكل فرق جماعية، بتناقش وبتحاوروا، هذا الجميل في الموضوع، وبشكل نشط. مش الطالب هو جالس على طاولة، لا، يعني في تفاعلي بشكل تفاعلي، تفاعل على شكل جماعات، وهذا النوع التعليم الحديث اللي احنا بدنا اياه، من الطلاب يتناقشوا ويتواصلوا مع بعض بشكل افضل. وهي هندسية. هلا هذه الحديقة لو إذا شفنا الصور فيها في لسه صور أخرى، هي هندسية لأن الطلاب اشتغلوا بأيديهم جداريات خاصة بالرياضيات اللي هي الأردن لا لسه في صور أخرى اشتغلوا رسومات ثلاثية الأبعاد. والله حلو. قد ايه الأعمار اللي شاركت واشتغلت؟ هلا أكثر فئة اشتركت فيها اللي هي فئة الصف العاشر، يعني 16 سنة بتقدر تحكي، والحديقة انكتبت باسمهم، يعني هم حكوا مس بدك تحطي لنا يعني تميزيها، قلت لهم خلاص هاي حديقة الجيل 2007. والله فهم هلا بيسمعوني مبسوطين جدا، يعني هم انه هاي الحديقه إلنا. فالثاني شغله كانت اللي هي ممارسه الشطرنج حتى يكون من ناحيه اللي هي نمي القدرات التفكيريه بشكل جماعي ضمن عمل ضمن فرق. هلا المحور الثاني اللي هو حكينا اللي هو رسومات هندسيه، الرياضيات خارج غرفه الصفيه، كثير احنا بنطالب انه يكون رياضيات واقعيه. طب وين الرياضيات الواقعيه؟ مساله في الكتاب لم تعد رياضيات واقعيه، احنا بدنا شيء نطلع فيه خارج الغرفه الصفيه، الطالب يمارس القياسات الهندسه، يرسم، يستخدم الرياضيات بالشكل الصح. قد ايه بيسهل عليه انه توصل للمعلومه اسرع؟ الطلاب بالبدايه استصعبوا، فقلت لهم خلص انا بدي ابلش، فبلشت فعلا انا ارسم الرسمات، شوي ما وعيت عليهم غير كلهم وراي وعمالهم بدهم يشتغلوا. كثير طالبات اعترضوا بس احنا ما بنقدر. لا انتوا بتقدروا. طب هون سجود خليني عندي مداخله بسيطه، هل الطلاب كان دورهم بس تنفيذي ولا كان لهم دور رئيسي بهذا المشروع؟ لا كان لهم دور رئيسي. كان لهم، هم لاعبات شطرنج، عندي كثير طالبات لاعبات منتخب في الشطرنج، يعني انا كل سنه بطلع عندي نادي شطرنج كل سنوي بعمله، فدائما عندي بيطلع طالبات مميزات بيتاخذوا على حتى قصبه اربد، مثل قصبه اربد في البطولات اللي بتصير على مستوى الوزاره. ثاني شغله الرسومات اللي تم انتقائها، خليت الطالبات يشاركوني في انتقاء الرسومات ثلاثيه الابعاد، انا حكيت لهم الفكره قلت لهم ابحثوا، فراحوا عن طريق الجوجل كذا وصاروا يبحثوا في مواقع، في رسومات كثير، يعني انا كنت مطلع مجموعه من الرسومات، هم طلعوا لسه رسومات احلى من اللي انا طلعتها. اختيار الالوان، هلا الرسمه عشان تكون ثلاثيه ابعاد ايش اللي بيبرزها؟ بيبرزها اللون، بيبرزها المهاره المهنيه اللي بدهم يشتغلوا فيها، كيف يمزجوا الالوان الابعاد كمان. كانت لهم هم الدور في اختيار الالوان وانتقائها، هون لازم اللون الغامق، هون لازم اللون الفاتح، انا بدي اعكس الرسمه هاي، انا بدي هيك الرسمه تكون، فكان لهم دور كبير في اختيار الرسومات. نعم. طيب تطبيق يعني لوحه الشطرنج اللي شفناها مع بعض، كيف بيتم التحريك؟
فريق، شو كيف التفاعل معها بيصير؟ التفاعل عن طريق اللي حكيت لك، عن طريق فرق، يعني فريقين الطالبات ولا اكثر من فريقين. نعم فريقين، بكون في لكل فريق رئيس، رئيسي للفريق. نعم. بتحرك القطع الاحجار. الشطرنج الحلو فيه انه له علاقه بالرياضيات من ناحيه جبريه. صح. يعني هلا اي مربع له اسم خاص بالعمود وبالسطر الموجود عليه. فالطالب عم بيستخدم رموز جبريه حتى يحكي لي وين النقل اللي بده اياها. فرئيسه المجموعه او رئيسه الفريق بتحكي وين بدها نقل، فبتيجي طالبة بتحرك، بتروح بتحرك الحجر في المكان المناسب، فهون بتصير اللعب معهم. نعم. طب سجود ليه اخترتي شطرنج؟ ليه مش أي لعبة تانية؟ شوف الشطرنج خلال دراستي في الماجستير والدكتوراه للمناهج الرياضيات كثير في أساليب تدريس الرياضيات وكثير في أبحاث مشغلات، فلفت نظري موضوع الشطرنج. درست عليها أبحاث كثير، وجدت أنه مثلا في أرمينيا أصبح الشطرنج جزء أساسي في المنهاج عندهم، زي حصة عادية، زي حصة الرياضيات، زي حصة العلوم. فشوفي قديش مهم. لما قرأت الأبحاث أكثر وجدت أنه الشطرنج بيعكس أشياء كثير على تفكير مش بس الأفكار. والله يعني أثبتت الأبحاث ذلك، ما بتنحصر في فكرة لا معينة أبداً. أو في موضوع معين، ومش مجرد لعب. أنا ما بدي الشطرنج مجرد لعب، فكان من أهدافي أنه من أهدافنا يعني أن تكون الشطرنج عبارة عن وسيلة تعليمية. نعم. وسيلة لتغيير التفكير عند الطالب. نعم. أنه يصير عنده مرونة، يتعلم من خلال المحاولة والخطأ، يتقبلوا أفكار بعض، يتواصلوا بالشكل الصحيح، يبادروا في وضع الأفكار أيضا والخطط والاستراتيجيات، بنمي الذاكرة. الشطرنج له فوائد عديدة، والعمل ضمن الفريق مو سهل. اليوم الإنسان الناجح هو اللي بيقدر ما يشتغل فردي ويشتغل جماعة. صح. فهذا يمكن المشروع من المشاريع اللي لازم يتنمي هاي القدرات والمواهب عند الأولاد. فكان هذا المشروع حتى الرسومات الجداريات اللي انعملت، مثلا هاي أحد الجداريات. نعم. هاي الجدارية كان بدها فريق كامل يعملها، مش طالب أو طالبتين، يعني هاي الرسمة كبيرة. فهي بتيجي يمكن 3 متر لفوق وكذا، فبدها أكثر من طالب يشتغلها. فكانوا الطالبات مع بعض يشتغلوا فرق، هاي تمسك المسطرة، هاي تمسك المثلث، هذيك تمسك الفرجار، فأكثر من طالب تشتغل عبين ما اشتغلوا هذه الرسمات. حلو، وعم نشوفهم يعني الآن مع بعض الصور. يمكن اليوم لما بنحكي كمان عن العمل التشاركي والعمل ضمن الجماعة، وجودك داخل المدرسة قديه بيحبب ذهابهم للمدرسة، لأنه إحنا المشكلة بأنه انحصر أحيانا تلقين. صح. عملية تعليمية تلقينية، وهذه الآن أصبحت غير يعني محببة للجيل الحالي، لأنه انفتح يعني من خلال التكنولوجيا على كثير شغلات. فقديه عم بتشوفي تفاعلهم عم بيزيد كل ما عم بيكون هناك في تعليم لا منهجي نوعا ما؟ شوف أنا بالنسبة لي كالشطرنج والحديقة هاي اللي انشغلت، إذا حكت تقولي امتى الوقت اللي انشغلنا فيه؟ انا ما اشتغلت خلال حصه صفيه، هذا كله كان خارج الحصه الصفيه، فحبوا انهم يضلوا بالمدرسه. كانوا حابين كثير يضلوا، احنا بدنا نضل. اتواصل مع اهاليهم، مستصدب اهلي عشان انا اضل بعد المدرسه. ارجع اتواصل مع اهاليهم انه مثلا بدي اياهم من الساعه 1 للساعه 2 او من 2 للثلاث بدهم يشتغلوا معي ضمن الحديقه. فالاهالي الحمد لله انا على تواصل ممتاز مع الاهالي، وهم كثير يعني متعاونين وفهمانين ومثقفين بتحكي الاهالي. فخلص ما دام بنتي عندكم ممتاز، بس احكي لي لاي ساعه عشان نيجي ناخذها. تضل البنت تشتغل عندي وهي مبسوطه. انا بدي اشتغل، مش انا بجبرها. انا ما بجبرها ولا بطلعها من حصتها ولا يعني انه باخذ من وقتها. هي بتيجي مبادره من نفسها. شوف قديش الطالب بيحب المدرسه. صح. بصير فهذا كله انعكس على شخصيتهم. هلا خاصه في مرحله الصف العاشر، انا بس بدي اعلق عليها، هي مرحله تصنيفات هلا بعد ذلك، مهنيه وعلميه وكذا. فالطالبات كثير يعني كان عندهم انه علمي راسب ولا كذا ناجح، فهي مشكله كان يواجهها فعلا دائما. وفي طلاب شخصيتهم شوي ضعيفه، انه كيف احنا ما بنقدرش، فنروح علمي ومش مشكله، لو رسبنا عادي الناس بيقولوا رسبوا بالعلمي يعني. ولا انه ارسب بالقلم يعني هم بالنسبه لهم يعني علمي راسب، ولا انه مثلا ادبي ناجح، لانه كان ضغط المجتمع، لسه المجتمع بده تثقيف كثير. طبعا. فلما اشتغلوا في شيء، اللي دهنوا، اللي زرعوا، اللي صاروا احنا بنحب الزراعه، احنا بنحب نشتغل شغل مهني، احنا بنحب نلون، احنا عندنا قدره على التصميم يا مس. فبلش حلو. الطالبات ايش انه احنا بنقدر نميل للاقتصاد المنزلي وهون يمكن ببين بشكل افضل، ببين قد ايش. فهذه المبادرات، هذه المبادرات احنا في وزاره التربيه والتعليم مهم جدا، مهم جدا انه نطبقها في مدارسنا. وانا كثير حابه المبادره هاي تنطلق من قصبه اربد لباقي المحافظات، يعني يا ريت لو تتبناها وزاره التربيه، راح تكون كثير رائعه. يعني انا وجدت النجاح فيها كثير. دكتوره سجود، يعني طول ما في معلمين كامثالك انا بتخيل
بتخيل انه اكيد هذا مشروعك رح يمتد على كافه محافظات المملكه، وان شاء الله كمان بتكبر المشاريع وبتكبر معها احلام وطموحات ابنائنا الطلبه. يعطيك العافيه وشكرا لك. شكرا لك على هذه المبادره الجميله. الاعلام بيركز على هذه المبادرات، انا واجبنا انه الله يسعدك. شكرا لك. انا متاكده انه ان شاء الله رح نرتقي في مدارسنا وبطلابنا وكل شيء في وزاره. شكرا لك. نورتينا ويعطيكم الف عافيه. ويعني لكل دائما الكوادر التعليميه اللي بنحكي بانه مسؤوليتهم كبيره بين تربيه وتعليم، شكرا جزيلا. اذا يعني بعد هذه الحلقه لنا مواضيع مختلفه. طبعا كان في مفاجآت. كان في مفاجآت جميله بصراحه، جد حلو التنوع اللي صار. ان شاء الله انكم تكونوا استمتعتوا معنا، الوقت مرق بسرعه. يعطيك العافيه ابراهيم. يعطيهم العافيه كمان زملائنا خلف الكواليس في الميدان وكل الناس اللي بيحضرونا وضيوفنا الكرام. رساله ختاميه سريعا، انه النقيض بالحياه شيء كثير طبيعي، المهم نعطي فرصه للشعور الايجابي. ان شاء الله بشوفكم في حلقات قادمه. تحيه من القلب في امان الله، لكن بعد الفاصل. بعد الفاصل اذا يعني رح تكون فقره المطبخ مع الشيف علا نيروخ في الساعه الاخيره، وانا يعني في هذه الحلقه اسمحوا لي احكي لكم في امان الله ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع.